السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة برشلونة القادمة بإذن الله تعالى في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. دي أول مباراة برشلونة هتلعبها بإذن الله تعالى في الموسم الجديد. مباراة برشلونة القادمة هتكون أمام فياريال بإذن الله تعالى في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2020-2021. مباراة برشلونة وفياريال ميعادها هتبقى ميعادها يوم الأحد إن شاء الله، الأحد 27 سبتمبر 2020 او 27/9/2020. المباراة يكون بعد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة والعراق وبلاد الشام واليمن والكويت وقطر والبحرين، ومعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة برشلونة امام فياريال هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3 وبين سبورتس 4K والمعلق حفيظ الدراجي، كذلك قناة ماتش فوتبول 1 بين سبورتس الفرنسية الأولى أوان سي بي سي سبورت اتش دي فارزش سبورت اتش دي لليجا تي في بار موفي ستار لليجا اتش دي ماكس سبورت 4 اتش دي وبين سبورتس كونكت. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة برشلونة أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. اشترك في القناة، فعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، وتوقع نتيجة المباراة واكتب ذلك في التعليقات، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.